اكشن. واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وكوتش الكريم. بصراحه انا النهارده فيري اكسايتد جدا جدا والله العظيم. والله مش اكتر مني يا احمد بجد. يعني بغض النظر انت حلقت لي في الحلقه اللي فاتت اللي سجلناها من ايه؟ احنا على الهوا على فكره. من سنه ابتدى بقى يبيع جزم وشرابات ومشابك غسيل وحاجات كده في الدنيا حياته. كنت ببيع مناديل كلينكس في المدرسه وتيشيرتات. هو كده رفع الايدين بتاع الكرسي في حاجه. انا مش بايع اصلا، انا المفروض اطلع رسام. انا الكارثه. انا اتخرجت من كليه سياحه وفنادق بعد ما كنت عايز اخش كليه جويه عشان اطلع طيار. لقيت نفسي رايح كليه سياحه وفنادق بفقش بيض وبعمل ترط في الصيف وحياه ربنا. كيمو دلوقتي انا مش عارف اقول التايتل بتاعه لان هو مدير ايه. انا لو قلت لكم انا دلوقتي شغال ايه وخريج ايه هتبقى صدمه حضاريه. وانا لو قلت لكم انا اشتغلت ايه وانا في الكليه لغايه لما دخلت اشتغلت بعدها ايه، فما اعتقدش هتفرجوا على الفيديو بتاعي تاني. اتكلمنا عن التايتل الاول عشان احنا معاك ورقه وقلم. لا قول لي بالله عليك عشان اكتبه في الشاشه عشان نبقى عارفين هنكتب ايه. رئيس قطاع الشؤون التنظيميه والسياسات العامه والعلاقات الحكوميه في الشركه. هي حكوميه ما تسالنيش، قولوا تاني عشان مش عارف اقول تاني. هكتبه بالانجلش ونقوله بالعربي. احنا هيد اوف ريجوليتوري اند بابليك بوليسي. لا بالعربي اسهل. صح، لو احتجت انتوا بعد ما قلت هو ده اللي انا بقول لك ان انت لا، ما انت برضو يو هاف تو مانوفر، يعني لازم يعني تحاول لا تحاول تمشي بما يرضي اللي على قد ما تقدر. مانوفر بقى. ما انا هنعمل ايه؟ طب انا بحاول انا يعني ايه بقى؟ ايوه انا هحاول امانوفر بس يعني اعمل ايه؟ اعمل مانوفر بما يرضي الله. حاول تمانوفر دي الله يبارك لك عشان بس المونتاج. حاول تلتفت. ما هو ده برضه مشكله بقى ان انت بتشتغل. لا ده خلاص ما بلاش على بعض. فاحنا يعني على قد ما نقدر نحاول ان احنا نحاول ان احنا نلتف حول العالم، حول الاشياء. مش عارف يعني ايه مانوفر، يعني تتشكل او نطلع مانوفر. اه والله اصل احنا انا عايز اطلع يعني مهم عارف زي في التريننجز. طب انا راهنك ان انت هتلاقي صعوبه تكتب التريننج عشان هي تريك. طب ما تقولي لي السبيلنج عشان ما تفوتش. والنبي قولي لي السبيلنج. ايه بقى؟ تناور. تناور هي دي نهار ازرق. ازاي سهلة جدا. ازاي ما عرفناش احنا البوكس؟ فزي البروبوزلز بتاعت تناور صح؟ زي البروبوزلز بتاعت الشركات بتيجي تبعت، فعايز تكتب في حته في التدريب كده البرنامج التدريبي، فتروح كاتب ان احنا هنتكلم عن الفيدباك. ترجم بقى، ما فيدباك تغذيه عكسيه. انت داخل تتكلم عن فطلعت يا جماعه تبقى عندك مناوره او الابيلتي او القدره على المناوره. القدره على المناوره علشان مش قادر اكمل. بس مش قادر والله. انا كنت عارف ان اللحظه دي هتيجي وهنقطع على التصوير. يعني انت وافقت ان انا اجي اصور معاك عشان ما فيش حاجه تعملها دلوقتي؟ لا 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 ما تقولش كده. ده انا على فكره مفضي نفسي مخصوص. والله العظيم انا مش عارف. بص انا بجد مش عارف اشكر كيمو ازاي. والله العظيم ما فيش مره كلمته برغم كل الضغوط بقى، وراجل ماسك اداره وتحكي ناس كتيره جدا وضغوطات، وطول ما احنا قاعدين مع بعض اصلا كل شويه تليفونات وورق بيتمضي ومش عارف ايه. اول ما بكلمه كيمو عشان خاطري محتاجين وقت بس ممكن نصور، وعلى الرغم ان ممكن الحلقه دي حصل فيها مشاكل قبل كده الصراحه وما عرفتش احطها. هو على فكره شاهين مش عارف ان انا مش عشان خاطره، على فكره انا بحب اصلا الحاجات دي فبحب اعملها. انا بس فاكرك بتحبني عشان كده يعني.